شفنا متهيألي كلام الناس بنسبة 90% هم كله معترض، يقول لك لا واحنا هنحدد النزل بالعافية، ويمكن برضو سمعنا كلمة العزوة. فأنا عايزة بقى تعليق منك يا حسن. بصي، احنا اذا كنا بنتكلم عن تشريع عشان خاطر نحد من الزياده السكانيه، يعني ده حل اصلا مش احنا طرحينه كمشكله. أوكي. اللي احنا ده بندور عليه حل لزياده المشكله السكانيه. فده مش حل، وباجماع الجميع ان هو مش حل مناسب للمجتمع المصري ولا لطبيعه الست المصريه ولا المجتمع المصري، لان زي ما قلت لك في متغيرات كتير بتاثر على ده. لكن لو انا بدور على حلول، فانا مثلا اقدر احط تقنين عقوبة للأب اللي بيجوز بنته هي عندها 12 سنة و 15 سنة. حد دلوقتي رغم ان انا رفعت سن تزويج البنات ل 18 سنة، لكن ما فيش عقوبة لا على الأب ولا على المأذون للأسف ولا على الزوج. ده بيخلي البنت بتتجوز من هي عندها 12 سنة لحد 18 سنة، اصلا بتكون خلفت 6 عيال وبعدين خلفت 6 تاني. فلا، انا المفروض احط عقوبة على الأب والزوج والمأذون اللي بيعملوا كده في البنت، فبيخلي لنا ان زيادة سكانية تنفجر. ممكن ادور على حلول غير تقليدية. بس خليني اقول لك ان الصين عملت ده على فكرة، طبقت قانون. انا فاهمه، بس ده مش بس حصل عكس في الطاقه الانتاجيه في الصين. فاتحين باب الاجهاض يا فندم عادي، وده مش متاح عندنا. ما ينفعش، احنا الازهر مش هيوافق على ده، ولا مجتمعيا هنوافق على ده، ولا الكنيسه هتوافق، ولا الكنيسه هتوافق. محدش هيوافق ابدا على ان يبقى في اباحه للاجهاض في مصر. فانا هقول للناس ما تخلفوش غير اثنين، وبعدين ايوه يا اما هيخلفوا ويبيعوا اولادهم، يا اما هيضطر انها تجهض وتبقى بقى موضوع يعني تجاره من تحت بير السلم.